في مرمى المقاولون وسجل في اطار الكاس، سجل في مرمى الالمنيوم في هذا الموسم. عماد متعب 24 هدف في دوري الابطال في 69 مباراه. يدخل مكان المصاب، مكان عمرو جمال اللي طبعا غادر ارض الملعب. تبديل امام عماد متعب، ولا حضراتكم لعب عماد متعب يعني 7 مباريات كبديل 101 دقيقة، بخلاف انه لعب اساسي في المباراة الماضية امام المصري اللي كانت يعني المباراة الأولى ليه كأساسي مع النادي الأهلي من لقاء يوليو 2016 على الاتحاد السكن. بديل أمام الوداد، بديل أمام الشهرية والمقاولون وإمبي مرتين في لقاءين وفي دجلة، ولعب أيضا أمام الألمنيوم في إطار الكأس. عماد متعب يدخل مكان عمرو جمال، 3-1 للأهلي. انتصار يعني التأهل لربع النهائي.